عاصمة مرحبا بكم. اليوم في فيديو جديد، اليوم عارض مميز على الاخر خاطر فريد من نوعه بالنسبة للكونتينيو ونوع المحتوى اللي نقدمه فيه. اليوم باش نزوروا مع بعضنا نزل الموجود في وسط البلاد نتاع نابل مقابل بلدية بالضبط بقيمة 8.5 مليون دينار، وباش نعملوا فيه دورة ونتعرفوا على العقار هذايا في الإكوان الكوليكا ولي زوبسيون نتاعو الفريدين من نوعه. بالنسبة للعقار هذايا مساحته الجملية 3500 متر مربع، والمساحة المغطاة حوالي 4500، فيه 70 غرفة، فيه مطعم، فيه لونج، وفيه اسباس هكايا نتاع قاعدة موجود بجنب البيسين، وحدا لي شامبر دي تيراس وكل شيء. باش نتعرفوا على العقار كامل، ميرسي انفينيمون ونتابعوا الفيديو مع بعضنا. نهزكم تويكا تعملوا طلة في النزول نتاعنا ونتعرفوا على لي ديتاي، شوفوا مع بعضنا التفاصيل. نلقاو لهنا لوتيل كوليكا كومبليتمون رينوفي، فيه بون مش الكل في الكل، لكن فما 70% معاود لوتيل كوليكا. شنلقاو فيه مطعم، نمشيو نعملوا فيه طلة، شوفوا مع بعضنا التفاصيل هنا والمنظر. الأرضية الكوليكا رخام، فما في الريستورون هذايا اللي شنلقاوه لهنا يعمل ماكلة مزيانة برشا وماكلة بنينة. أوتيل جايا معروف في نابل، هاكا مقابل بلدية تنجموا تجيو وتذوقوا الجو الكوليكا اللي موجود لهنا. نمشيو تويكا نعملوا طلة على المطعم. المطعم الحاجة المميزة فيه كونه عنده دو تيراس لهنا، واحد محلول جاي في لونتري نتاع لوتيل، وعندنا تيراس آخر شنلقاوه على يسار اللوطة حيل على الكياس ديريكتومون. في إيسي على الكوليكا الكل في الكل حوالي 40 طاولة، يعني فما اسباس كبير برشا اكسبلواتي. ينجم يجيب لكم برشا كليونات، ينجم يجيب لكم برشا ضيوف. نمشيو مع بعضنا نعملوا طله على المكان مع بعضنا، نشوفوا مع بعضنا الروعه والتصميم نتاع المطعم نتاعنا لهنا. هنا تلقاو كونتوار، شوفوا مع بعضنا تلقاو القهوه، تلقاو بارتي لهنا فيها كويزين. عندنا زادة فما حاجه افونتاج اخر اللي هو مثلا الاسباس نتاع الخدمه والاسباس نتاع الكويزين الكوليكا، يتجمل الكوليكا فما عندهم مدخل في السوسول. مساحه السوسول الطابقه اللي تحت الارض مساحته حوالي 1500 متر مربع. حتى ويكا في ريسبسيون باش نوريكم لي كوان اللي موجودين. دونك تلقاو مدخل لهنا تحسوا يرحب بيك. دونك شوفوا بعضنا التفاصيل. هذا التراسي قلت لكم يحل على الكياس تابع المطعم، لكن هنا المنطقة هذه البارتي هذه الكوليكا تلقاوها مجعولة للريسبشن. يعني نمشيو ديريكتومون بعديك نشوفوا بقية لي كوان، وخليكم مع التفاصيل نتاع الريسبشن. باهي من الاسباس لهنا نتاع الريسبشن نمشيو نعملوا طلة على بقية البارتي هذه. شنلقاو هنا عندنا دو سال دو بار، هنا ووتر سايكل شنلقاوها بجنب تبع الريسبسيون. كيف تنجم تخدم حاجيات المطعم اللي باش نلقاوهم شنلقاوها لهنا. نمشيو مع بعض شنلقاو كولوار مزيان على الاخر لهنا ديكوري بالليزانتيك. لهنا شنلقاو مطعم على كارت عنده الاسباس هذا نتاعو الخاص. ندخلوا مع بعضنا ونعملوا طلة على التفاصيل ونشوفوا الروعة نتاع العقار هذا. بسم الله. دونك شنلقاو لهنا كونتوار اوبن سبيس، فيه بلاصة الكوجينة برشا تحف، برشا حاجات مزيانة تحسك يعني بالامبيونس سبيسيال اللي شنلقاوها في المطعم لهنا. دونك المطعم هذايا عنده مدخل خاص على الطريق الرئيسي شنلقاوها من هنا.
دونك تلقاو تيراس لهنا كيف كيف يحل على الكياس ديريكت. عملنا دوره تويكا في المطعم هذا اللي قلت لكم الاكارت، تلقاو حاجه تاخذ عقل كيما كنتوا قاعدين تشوفوا. باش نسكم تويكا نشوفوا نشوفوا الدوزيام بارتي نتاع المطعم، خاطر كيما تلاحظوا هنا ما فماش برشا طاولة، اللي الساعه يصير حوالي 10 15 طاوله، لكن تلقاو المكان الرئيسي اللي باش المكان الرئيسي اللي باش نشوفوه اللي نجم تتعشاو فيه الناس فيه يهز سي حتى 30 و40 طاولة. مشيو مع بعضنا نلقاو روحنا هنا في اسباس مزيان على الاخر، فيه فيو على الفيردور، وعندنا ديكوراسيون لهنا مزيان على الاخر بالفود كروازي وكل شيء. دونك بلان دي سباس باش تعمل ريستورون الاكات في البارتي هذه. دونك نمشيو توا مع بعضنا، قبل ما نمشيو نعملوا طلع على جردة والبيوت باش نوريكم الريستو لاونج اللي هو باب، حاجة مزيانة برشا، عصري مودرن، وفيه يخدم وعنده شيفر دافير باهي في العام. شفتكم تويك تعملوا عليه طلع هاي برشا. باش تعديو توا مباشرة نمشيو نعملوا طلع على البلاصة اللي قلت لكم عليها، باش نعملوا طلع على الريستو لاونج والا الباب اللي تلقاوه جوست على الفساد نتاع الاوتيل. وكيما تشوفوا هذا المدخل الرئيسي من على الطريق الرئيسي. نمشيو مع بعضنا نعملوا طلع على الجو الفخامة نتاع المكان هذا. لقاو ديكوراسيون انوار لهنا، حاجه مضخمه على الاخر. لقاو لهنا بلاصه تسيع فوق ال 50 طاوله، ما شاء الله حاجه مضخمه برشا. ايراسيون مخدومه بحاجه مودرن بالكدا بالكدا. في البارتي غاديك باش نلقاو فما بلاصه تحفونه على الاخر، باش نعمل عليها طله فيها بول تيبل، معناها واحده طاوله تاع بيير امريكان. باش نلقاو الجو الكليكا، كل شيء اون فونكسيون، كل شيء يخدم، عنده كيف ما قلت لكم رونتابيليتي هايله برشا. هنا نلقاو كونتوار اوبن سبيس زاد فيه البار الكوليكا، ومن هنا عندنا دوزيام بارتي اللي جايه. دوزيام بارتي اللي قلت لكم فيها طاوله نتاع بيار، وفيها كل شيء منظم، يعني اطلاله من هكا على الكيس الرئيسي، من هنا كيف كيف مدخل واسع. عندنا في البارتي هذه الواتر سايكل التواليتات وكل شيء. ورانا غاديكا تلقاو في الجهه هذه تلقاو حاجه مزيانه برشا اللي هي كيما الشيميني، تعطي بالغاز تعطي منظر حلو برشا. دونك في الشيره هذه عندنا باب زاده كيف كيف يدخلنا على الواحد، يعني على التيراس البراني منين دخلنا بكري. كهو نمشيو تويكا ونعملوا طلع على المساحه الخارجيه اللي فيها تلقاو فيها جو اخر ودنيا اخرى وعالم اخر. نمشيو مع بعضنا ونعملوا طلع على الاسباس الاخضر. كنا في المطعم بكري نعملوا في طلع على البارتي هذيا، باش نسكم تويكا باش نوريكم من احسن لي كوان اللي موجودين في المكان هذايا. باش تلقاو لهنا اسباس فير اخضر اربوغي مغطي من فوق، شيء يعمل 66 كيف. شقاو جردة على اليسار، اسباس لهنا حلو برشا اون بوا، يعملوا فيه لسواري ولي فات. وكيف كيف زاد فيه مسمي بلاونج، يعني باسم تجاري بالكدا بالكدا معروف. احنا تو كيف ما قلت لكم في وسط نابل، يعني على جوجل ماب نجم تلقاو لي ديتايل كليكا. كيما تشوفوا الاسباس هذايا يعملوا فيه حتى دي فات. شلقاو في الشيره اللي مغاديكا نافوره حلوه برشا. هنا عندنا مشربه، وكيما تراو في الاسباس هذايا الدنيا كلها اغبوغي، يعني مغطيه من السماء مغطيه، تشوف الاشجار تسمع برشا حس ديزيفي ناتوريل. عندنا في البارتي هذه فوره بوا ودي اكسسوار للجرده والامبيونس نتاع لي فاكونس يعني. دونك تلقاو جوست اون فاس في الشيره هذه تلقاو عندنا مسبح، وعندنا البلوك الاخر اللي فيه الغرف. عندنا دوزيام بلوك باش نمشيو نعملوا عليه طله اللي تلقاو فوق المطعم وفوق فوق الريسبشن. نمشيو مع بعضنا ونعملوا طله على الاسباس اللي كنت نحكي لكم عليه. من هنا تلقاو البلوك 1 فيه فما دروج طلعنا لهنا، تلقاو اسباس كبير وهول فيه دي شامبر كوشي، معناها دي شامبر من 101 حتى ل 120 تقريبا. فما برشا بيوت وبرشا امبيونس، هذوما البيوت اللي يحلوا على الكياس ديريكتومون.
ما همش عالين دونك ماناش نلقاو فيهم في مير، لكن في البلوك اللي مقابلنا من الجهه هذيا باش نلقاو فيو ديجاجي وحاجه تعمل 66 كيف كيما كنتوا تشوفوا في الدرون شوتس اللي كنا نتفرجوا فيهم. تقلى تو ديريكتومون احنا تو في واحد من لي بلوك نوي اللي موجودين في النزل هذايا، عندنا دي شامبر موجودين لهنا. صعب نقول لكم حاجه، البارتي هذه كوليكا توتالمون رينوفي، معناها كلها تعادت من جديد بتصميم اكثر عصريه واكثر حداثه. يعني شقاو سال دو بان هنا، شامبر سويت فيها لوكس والكونفور كوليكا، عندنا دريسينغ في الجهه هذه، عندنا طاوله من هنا لهنا فرش. البيت مزيانه برشا بيسكو فيها فيها شارم حلو برشا، خاطر تحل على الفيردور تحل على بيسين لهنا، دونك لاكسي فاسيل للبلايص كوليكا، وجاو الكل نلقاوه متوفر عندي دينا. دونك باش نلقاو ديريكتومون من التيراس نلقاو البلوك نوي هذا، البلوك هذايا تاع البيوت، عندنا بيسين حلو لهنا كبير على الاخر، ديبوردومون كالم امبيونس زيرو فيزافي بتاتر على لونتوراج. كيما قاعدين تشوفوا في البلاصه، بلاصه مضخمه برشا لهنا، فما طويبل اذا كان تو في الشتاء مثلا والا في الفترات اللي ما يكونش فيها برشا زوار للبلاد، دونك ينجم البارتي هذيا نخدموا بها تبع البار المشربه اللي موجوده في الحديقه الكبيره اللي كنا نشوفوا فيها. بالنسبه للنزول نتاعنا اليوم جاي في منطقه شويه تجاريه وشويه سكنيه، يعني حتى في الفوكاسيون في الكاي تشارج نتاع العقار يتمتع بميزه ملتي يوزاج، يعني تنجم تبني فيه حتى عماره. في البلاصه هذه يبنيو حتى اير بلس 4، يعني طابق ارضي واربعه طوابق الفوق، يعني جاي مقابل بلديه يبعد دقيقه برك على الشط. بالنسبه للعقار نتاعنا جاي في كوان، هذايا واحده من الميزات اللي يخليوه نجم تكون فيه ريزيدونس طياره برشا اذا كانت تخمم في التطوير العقاري. A little